سمحت شرطة الاحتلال في القدس باستئناف اقتحامات المستوطنين أو المستوطنين لباحات الحرم القدسي عبر باب المغاربة، ويرفض موظف الأوقاف الدخول للمسجد الأقصى بسبب تثبيت أجهزة إلكترونية على بابي الأسباط والمجلس لليوم الثاني على التوالي، مع الحفاظ على تواجد عشرات الفلسطينيين داخل الحرم. فيما قال وزير الأمن الإسرائيلي إن المسجد الأقصى يقع تحت السيادة الإسرائيلية، لافتا إلى أن إسرائيل إذا ما قررت فعل شيء في القدس ستنفذه. استاذة فتحية، برأيك هل تتوقعي تصعيد فلسطيني الفترة المقبلة بأي شكل من الأشكال، خاصة في ظل الالتهاء يعني أو التهاء دول الشرق الأوسط أو الوطن العربي كلهم في مشاكله الخاصة؟ يعني يمكن دي مش المرة الأولى يا سمر اللي بيحصل فيها تصعيد من الجانب الإسرائيلي في القدس وبمقابله تصعيد من الجانب الفلسطيني، وتحصل مظاهرات. مش أول مرة يقتحموا الأقصى، مش أول مرة. يمكن البوابات الإلكترونية دلوقتي في كلام من نقلا عن مصادر في الصحف الفلسطينية أنه سيتم رفع إزالة هذه البوابات لأنها لم تحقق الغرض المرجو منها، فممكن الأزمة تتحل من جانب الإسرائيلي. لكن هنا اللي ملفت للنظر هو التعنت الإسرائيلي أو الغطرسة الإسرائيلية في التصريح إن هي لو عايزة تعمل حاجة زي ما يقول في القدس هتعملها. فده لأنه في الدعم الدولي لهذه الدول لدولة إسرائيل، ويعني وغض الطرف عن أي انتهاك بتقوم به تجاه حقوق الدولة الفلسطينية وتجاه الشعب الفلسطيني هو اللي بيخليها يعني تتحدث بهذه الغطرسة وتتمادى في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، تتمادى في انتهاك حقوق المواطنين في فلسطين وتنفيذ أي شيء تريده، لأنه لن يكون هناك أي موقف من المجتمع الدولي ضدها في ظل الدعم الأمريكي الغير مشروط لإسرائيل. كل قرارات مجلس الأمن لإسرائيل لا تنفذها، ولا نجد أي تحرك من جانب الأمم المتحدة أو مجلس الأمن تجاه إسرائيل بسبب حماية الولايات المتحدة لإسرائيل. فبالتالي يعني طالما ظل هذا الوضع والزواجية في التعامل وزوجية المعايير في التعامل مع إسرائيل وفلسطين، سنظل نشهد توترا بين الحين والآخر، غطرسة إسرائيلية بين الحين والآخر. ويمكن زي ما انت قلتي الدول العربية مشغولة بمشاكلها الداخلية، لكن ما زالت القضية الفلسطينية يعني تشكل تحظى باهتمام كبير خصوصا من جانب القيادة المصرية، وهي بتحاول طول الوقت لحل هذه القضية بشتى الطرق والتوصل إلى تفاهمات سواء بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي أو بين الفصائل الفلسطينية نفسها. ويمكن النهاردة كان في وفد أمني مصري في غزة لمحاولة لحل الوصول لتوافقات أو تفاهمات بين الفلسطينيين أنفسهم. فيعني رغم انشغال مصر بمكافحة الإرهاب فهي ما زالت مهتمة بهذا الملف بشكل كبير.